اي احنا بنسقي في الغرام، ما تشوفت عينك لا في مي ولا في شاي. هاي ما احنا مش قادرين نروح الا نجيب لها المي ولا شيء. يعني ما احنا رويانين لا احنا ولا الغنم تبعنا على طول. ممنوع، كل شيء ممنوع، يعني ممنوع تيجي. احنا مش قادرين في التراكتر نجيب مي، كيف بدهم يمدوا لنا مي؟ هي خط مكروت مش بعيد عنا، يعني بعيد عنا بجوز 3 كيلو. يعني هي الكساره قديش بعد؟ هي بعدها كيلو عنا. تشرب مي وعادي لانهم هذول اسرائيليين. اما انا يعني فلسطيني ما يزبط معي اني يمددوا لي مي، يعني طلبت من هان اني قالوا ممنوع. ما احنا قادرين نشرب مي، ما احنا مش قادرين نجيب مي. اذا بدخل على المنطقه تراكتور يعني احتمال 90% انه يكون الاداره المدنيه موجود، يتصل على الشرطه، يتصل على الجيش، ياخذوه ويصادروه. اليهود بعطل يوم السبت، بنستغل يوم السبت بنضيعش، بنحاول ما بنضيع ولا لحظة منه، نستغل لأن ننقل مي، لأن في الأيام الأسبوع العادية، أيام يعني أحد اثنين وأيام أسبوع، ما بنقدر ندخل التراكتر على المجمع، لأن إذا دخل على المجمع بتصعب، حتى أيام أسبوع إذا بنحتاج مي في الليل، يعني يصير تهريب، المي تدخل على المجمع تهريب في الليل. المستوطن باخذ مي مجانا، سيارات مجانا، جميع كل شيء، الخيم كل شيء مجانا. حتى يعني المستوطن احنا إن اكثر من تقريبا 21 سنه 22 سنه، الكساره بعيده عنا تقريبا كيلو كيلو ونص، الكساره ما اعطونا مي. المستوطن من اول اسبوع اجى فيه اخذ مي وصار بنقول من هناك.